في شخصيات مسرحية وتلفزيونية عرفناها خلال حياتنا وصارت جزء من ذاكرتنا. لا مو بس هيك، صارت كمان جزء من الذاكرة الشعبية لمجتمعنا. واليوم رح أحكي لكم عن بعض هي الشخصيات يلي كانت شخصيات كوميدية ساخرة. غوار الطوشة، مين ما بيعرف هي الشخصية يلي لبسها دوريد لحام، بغض النظر عن انه دوريد لحام خيب آمالنا مؤخرا، بس هو قدم شخصية صارت فعلا جزء من الذاكرة الشعبية السورية. وشخصية غوار هي شخصية المشاكس يلي بيفتعل المشاكل دايما، واللي إذا صارت مشكلة ببلاد الواقواق بيكون سببها غوار، بس بنفس الوقت هو إنسان طيب عم بيحاول يواجه الحياة بطريقته. شخصية غوار كانت موجودة بكتير من التمثيليات والمسرحيات، أبرزها مسلسل صح النوم، مسلسل حمام الهنا، مسرحية كاسك يا وطن، مسرحية غربة وغيرها كتير. أما الشخصية يلي كانت توأم شخصية غوار الطوشة فهي شخصية حسني البورزان يلي كان يؤديها الفنان الكبير نهاد قلعي، وبنفس الوقت كتب نهاد قلعي أغلب الأعمال يلي تضمنت هدول الشخصيتين مع بعض مثل حمام الهنا ومقالب غوار. حسني البورزان كان دايما هو الشخص الخلوق المؤدب المتعلم يلي بحاول يستوعب غوار ويصلحه بس بدون فايدة، ومو بس هيك كمان بيأكله بالأخير بشي مقلب من مقالب غوار. بطوم حيصبيص كلنا منعرفها، أدتها الفنانة نجاح حفيظ وكانت صاحبة أوتيل صح النوم بحارة كل مين إيده إله، واللي بيسعى غوار الطوشة وحسني البورزان لكسب حبها ومودتها. ياسينو شخصية إنسان طيب وبسيط ودرويش وبيشتغل حويص بأوتيل صح النوم، كان الضحية الأولى لمقالب غوار، أدى هي الشخصية الفنان ياسين بقوش. أبو صياح هو صاحب الحمام بمسلسل حمام الهنا، وأدى دور هالشخصية الفنان رفيق سباعي، وظلت ملازمته لوقت طويل كتير وبكتير من هاي الأعمال يلي إجت بعدين. أبو عنتر شخصية الشاب الأبضاي، وبلشت من مسلسل صح النوم وكل شي عنده بينجاب بالعضلات حتى رئاسة القاوش، أدى هاي الشخصية الفنان ناجي جبر وكمان امتدت معه لأعمال كتيرة إجت بعدين. بدري أبو كلبشة رئيس المخفر بالحارة يلي دائما بيوصل بعد ما تخلص المشكلة، ويكون يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب، وأداها الممثل عبد اللطيف فتحي. هالشخصيات هي شاركت بمسلسلات أشهرها صح النوم يلي كانت تدور أحداثه بأوتيل صح النوم بحارة كل من إيده إله، ومسلسل حمام الهنا يلي كانت تدور أحداثه بحمام الهنا وهو حمام دمشقي للرجال، ومقالب غوار وغيرها من المسلسلات يلي تحولت شخصيات الكوميدية الساخرة من شخصيات تمثيلية لفولكلور شعبي بالذاكرة السورية.